متابعينا راه بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقه خاصه اللي من حي المنصور، تحديدا من استوديو ديال ادم بلاندي، استوديو اللي سميتو كوليكتيف. معنا فنان كبير من مدينه مكناس اللي هو الرابر ياكيا، لا خليكم تعرفوا عليه. ومرحبا بك ياكيا مع راء بريس. السلام عليكم، معكم ياكيا عبادي مصطفى من مواليد مدينه مكناس. المهم الكاريير ديالي بديتو الكاريير سولو، بديتو في 2009، خرجت ماكسي سميتها الهيبة واخا واحل. 2012 خرجت ألبوم سميتو الضوء الحمر. في 2014-15 خرجت ميكستيب سميتها باقي شاعل. وفي 2016 خرجت فيديو كليب سميتو الصورة واضحة، اللي كان البرود ديالو جهاد خلاف من شركة جيكي ميديا. المهم لقى إقبال الجمهور المغربي، لان الموضوع ديالو اجتماعي وتعالج مواضيع اجتماعيه. الحمد لله سامارش. 2017 غنشوفوا شنو غنديروا ان شاء الله. بالنسبه ليك يا كي، غادي نولي معاك، يعني تحدثنا شويه على البدايه ديالك وشنو اللي خلاك انك تختار الراب. واش كانت شي هوايه عندك ولا كان شي فنان يعني هو القدوه ديالك؟ كيف ما سبق لي قلت، انا في الطفوله ديالي كنت مخرط في جمعيه. المهم راك عارف انه كنديروا انشطه، كنا في ديك البيريود كان يلا الراب يلا دخل المغرب. كان عندنا واحد الجروب في الدرب سميتهم جود مانكس 3، يعني فهمتي، كان داك الشكل الهيئه ديالهم وداك اللباس كان يجينا في شي شكل. المهم صافي بقيت تنقلب في داك الشيء وتنبحث، وديجا انا اصلا كنت تنكتب شويه، راك عارف الجمعيات الانشطه واش كتكتب. المهم ابخي تلقيت راسي تي انا مخدام ندير جروب، المهم تما وهي غادا. وفي 2000 خدمت مع فينيكس، خدمت مع ماكسي، مع كريزي دريس خدمت ماكسي. ابخي وليت سولو، هي فين خرجت الماكسي ديالي سميتها الهيبة واخا واحد. ابخي بديت خدام سولو، كارير ديالي سولو. اما بالنسبة للصعوبات، يعني راه الصعوبات يعني راه مازال كان دابا تنعيشوها. ديك البيريود يعني ما كانوش استوديوات كافيين، يعني كنا مازالين صغار شوية، يعني ما كتلقاش امكانيات باش تسجل في استوديو بواحد 200 درهم. يعني 200 درهم الا كنتي با كيقدي يجري عليك تيكسيك تيدور معاك شي داك المصروف شي صدق باش تقرا في ديك الوقيته. دونك عاوتاني باش كبرنا شوية، راك عارف وقت غادا، ودابا تيخص شويه الدعم، الدعم المعنوي والدعم المادي، يعني باش تخرج شي حاجه كاليتي. يعني كتشوف لي فيديو دابا ديال في اوروبا ولا في زطازن ولا شي حاجه، كتشوف شي حاجه يعني كاليتي، يعني خصك توصل داك النيفو. اما جيتي تخدم الخدمه ديال 2002 2003 2004، يعني بحال ما درتي والو، كدور في واحد الحلقه مفرغه. بالنسبه للالبوم تاعك الضوء الاحمر، يعني كاين بزاف تاع لي تراك اللي سمعتهم يعني كتجبد فيهم هاد الكلمات تاع الضوء الاحمر، يعني واش نحسبهم كلاش ليك ولا غير صدفه كنسمع هكاك وصافي؟ المهم الالبوم ديالي الضوء الاحمر يعني كنت بريزونطي شوف 2011 بحال هكاك، يعني خرجت واحد تشيتر سميتو عطيه يشوف في ديك الوقيته اللي كان دار البوز، وكانوا حتى لي رابور شويه قلال. مي باش نقول لك دوك الناس تيهضروا على الضوء الاحمر، واش يقصدوا الضوء الاحمر ديالي ولا تيقصدوا شي ضوء احمر، الله اعلم. فهمتي، ما نقدش نغرق معاك في هادشي. بالنسبه ليك ياك، يعني نسولك دابا واحد السؤال، يعني شي شويه صعيب كتهربوا منه كاع الروابا، يعني المواضيع ديالك منين تتعزالو؟ وبالنسبه لاغلبيه ديال الروابا كنشوفوا الكلاش كدا، واش انت فايت كلاشيتي وكتفكر ان هذا شي واحد كلاشك تعاود ترد عليه؟ المهم المواضيع ديالي كاملين، الا سمعتي الماكسي الهيبه واخا واحد، ولا سمعتي الالبوم الضوء الاحمر، ولا سمعتي ميكس تيب باقي شاعل، يعني مواضيع اجتماعيه. تنهضر تنحاول شويه نهضر في الراب، ولكن تنهضر فهمتي تنحاول المعاناه ديالي في الطومير. مثلا كلاشي حتى شي واحد، ما عمرك كلاشي شي واحد، ولكن شي واحد الا كلاشاني نقدر نرد عليه. المهم بنادم الكلاشات اللي ما تنحملهمش انا في اللي تنسمع دابا، يعني مثلا فاش كيدخل لك في العروق ديالك، يعني الرابور يشكلاشا مع رابور ما يجبدوش دارهم ولا حياتو، فهمتي، حياتو العائليين ساعة يجبدو كشخص هو، يقصد داك الرابور. يعني الرابور فيه جوج الحوايج، يعني مصطفى العبادي ماشي هو ياكيا راه شخص، ومصطفى العبادي انا فيه جوج، فهمتي، فيه جوج دابا، كاين ياكيا بوحديتو، وكاين مصطفى عبادي عائلي ديال عائلتو ديال دارهم ديال الخدمة ديال
وياك يا خلاص الا جبدوا شي واحد غادي يتفاروا هو ويا في البلاصه فهي هو ما كاينش المشكل عندي انا. ليش يعني ياك هادي ما هواش بالنسبه غادي نسولك على يعني الموجات ديال الراب يعني دابا شحال كان واحد الراب شويه اندر جراوند بحال كده يا دابا باش نشوفوا الكوميرسيال هو اللي ولا طاغي بزاف شنو كتقول انت في هذه القضيه هذه؟ ورا اي حاجه كتدخل من الفلوس كتولي كوميرسيال. الاندر جراوند في البدايه ديالك تسمى اندر جراوند تكون يلاك عندك واحد لاباس فهمتي يلا رخيتي واحد الساس كتبدا تبني حياتك الفنيه كتوصل لواحد النيفو ضروري يعيطوك واحد الكونسير يقول لك اجي طلع قطه وقطه واش تقول لهم لا واش كاين شي واحد تجي عنده الفلوس واش رطا دونك نقد نغني شينا على اي حاجه قد نغني على قرعه مناضه نغني على باريزيانه قد نغني على ما بغيتش المهم ندخل كتدخل الفلوس فهمتي راه كتولي كتبرودوي شي حاجه لان الموسيقى ديالك ما كتجي ماشي كما تنقولوا ديال الهوا هي كتخسر لانستري فلوس كتخسر على الكومبوزيسيون فلوس السيد اللي يصور لك الكليب خصو فلوس وكلها فلوس يعني خصك تدخل فلوس باش تصرف على الموسيقى. يعني بالنسبه لك هكذا يعني كيولي الراب كوميرسيال يعني واش ما كتشوفش انه كيخرج يعني على علاش اصلا هو مديون يعني باش كيهضر على المعاناه تاع الناس يعني ملي كيولي كوميرسيال كيولي يعني بيع وشراء شنو الراي ديالك في هذه القضيه؟ اش نقول لك اخويا المهم تقدر تغني مواضيع اجتماعيه تكون كونتر بوليتيك بزاف ديال الحوايج و اون ميم طو كطلع في السيبرات كتغني داك الشيء وكتدخل فلوس يعني راه تنقول لك هذا الشيء كيتصنع باش يتباع فهمتي راه يعرفنا الراب ريفوليوشن امريكان بيبل اللي هو الثوره ديال الشعب الامريكي وكنت حنا شدوه ولينا عجناه ولينا خرجناه بطريقتنا فهمتيني ضروري داك الشيء ديالك ما غتخدمو غتبيعو بطريقتك سواء كانوا مواضيع اجتماعيه سواء كنت تهضر في السياسه سواء اللي حبيتي. يعني بالنسبه لهاد الموجه تاع الراب اللي كاينه دابا شنو الراي ديالك فيها ياك؟ تراب ميوزيك واقيلا كتقصد. المهم هاد الموسيقى اللي كاينه دابا هي مزيانه وخايبه في نفس الوقت هي هاد الموسيقى هادي عاوتاني غتموت وغتجي موسيقى واحده اخرى. المهم انا اللي تعجبني والستيل اللي كنرتاح فيه اللي هو الاولد سكول بالنسبه لي انا شخصيا. المهم هاد الموسيقى هادي بحال موضه وصافي كدوز واحد الوقيته كتكشف كتحيد غيختار شي ستيل اخر لان امريكان صافي بحال لا بدا ما كتلقاش ما تخرج. يعني دابا غادي نبعدو شويه على الراب يعني ونسولوك على يعني اللي ولينا كنشوفو دابا في اليوتيوب يعني بحال الناس اللي كتبغي تشهر على يعني كتشوف ديك شو هكذا يعني كاين سعد المجرد كاين دابا سعيد صناجي يعني شنو الراي ديالك في هاد الناس اللي كيستغلوا هاد الحوايج بحال هكدا يعني باش يديروا البوز باش يتعرفوا؟ ورا اي حاجه تصور يمكن لك دير بها البوز. صورتي واحد غادي بعريان صورتي واحد تياكل قدام حاجه طارو ديال الزبال صورتي واحد تيبول في الزنقه حاجه دير البوز. المهم القضيه ديال سعيد صناجي نكذب عليك انا بقى فيا الحال هو اللي بقى فيا ماشي من حيت هذوك الناس اللي صوروه وداروا ديك الشوا حشومه عليهم وحق الرب العظيم اللي حشومه عليهم ماشي كفنان ولا تنمدح فيه ولا شي حاجه انا ما كنعرفوش وما كيعرفنيش. المهم كبرنا معاه حنايا جينيراسيون كبرات معاه دونك باش تشوف واحد السيد عنده وليدات عنده فهمتي المراه ديالو عائلته تلوحو بقات فهمتي تستغلو على ود الفلوس بقى المهم داكشي دابا اللي عطى الله عطاه الفيديو تلاح والقضيه وصلات لفين وفين وداك الفيديو ديال البوز ودوك الناس الله يهديهم وصافي. المهم القضيه ديال سعد المجرد انا ما شبعتهاش من الاول حتى الاخر. المهم حتى هو راه مازال عزري ديال راسو فهمتي ايه. المهم حنا جا نمشيو نديرو داكشي فافور وكمال على الله. واخيرا يعني غادي نخليو الكلمه مفتوحه يعني توجهها للناس اللي يشوفوا هذا الروبورتاج هذا ومتابعينك ونطلبوا منك تغني لنا شي حاجه يعني يا من الجديد يا من القديم باش مسخك الله. شكرا جينا اخويا ما سخيتش بكم. شكرا اراء بريس على الاستضافه والله العظيم الى افيك بليزير. المهم اش غنقول لك اخويا الجديد انا خدام فيه. المهم الالبوم انا خدام في الالبوم ديالي سمي اللي غتكون سميتو نمره واحد دونك وخدام في شي حاجه ابار الالبوم غتخد لحد ليامات ان شاء الله
نتمنى تنال الاعجاب الجميع. المهم تنشكر اراء بريس الكليكه ديالي بي اف واي سي دابل ام، تنشكر بزاف دي جي بابلو الكليكه اللي جنريح معاهم. المهم تنشكر بلاندي على الاستضافه ديالو في الاستوديو كوليكتيف برودكشن، ومرحبا بالدراري اللي بغاو يسجلوا. المهم مغرب في القلب، كلشي شبعان، الطما خصو يدا واشرب وحشيش ماشي حال، ظالمو الحكار خصو الهراوه، عيط جبد باش كلشي يتاوه، دردق ربي رمصاص سوادة طاول ملاين، كيفاش بنادم بعقلو اغتصب بنت عندها عامين، ولد فلان مبقاش مقنع وشرب وحشيش كيشم الكوكاين، في مراكش الكوال كيغتصبو الدراري صغار والمخزن كيترجع تا واحد منفكر، كلشي باغي ينساح، الدنيا مسيطرين فيها غير الضاضع، بنادم قتل الجوع وكاع ما كيتواضع، خو شبعان في قايس تلاح من الطاج الرابع، اسلام في القلب الشيطان ملعون، الكرة الأرضية محكمين فيها حلفاء فرعون، احنا في 2016 وداخلة 2017 ومازال ما فيناش الكون. شكرا اراء بريس، كان معاكم ياكيا، كونوا على القرص بوف.